فكرت مرة في طريقة تعاملك مع المحيطين بيك؟ سألت نفسك يا ترى أنت بتتعامل معاهم بذكاء ولا ببساطة ولا بتعالي؟ حاولت تشوف نفسك في عينيهم أو تعرف هم شايفينك إزاي وأنت بتتكلم معاهم؟ ويا ترى بيحبوا الحديث معاك وبيحبوا معاملتك ليهم ولا لأ؟ النهاردة أنا جاي أقولك إزاي تخلي المحيطين بيك يحبوك ويحبوا الحديث معاك. أهلا بكم. التعامل مع الآخرين فن وذوق ومهارة مش الكل بيقدر يتقنها، وعشان الناس مختلفين في طباعهم وميولهم ورغباتهم وألوانهم، يبقى التعامل معاهم بأسلوب واحد كلام غير منطقي. لو أنت بقى من الناس الطيبين واللي حظهم وقعهم في بيئة مش كويسة، كلها زنبكة ومزنبكين ونفاق وخبث وغيبة ونميمة وتسلق للحصول على ترقية أو خلافه بغض النظر بقى عن أي مبادئ أو قيم، ساعتها هتحس إنك في مكان مش شبهك وهتكون ما انتش سعيد. لكن لما تفكر كويس وتتذكر إن ده من أكبر الابتلاءات، وإن صبرك ومحاولة تعاملك معاها بيعلي درجتك عند ربنا، ساعتها هتحمد ربنا على الابتلاءات دي وإنه بعت الناس دي من حواليك عشان تتعلم بالصبر وبالتعامل معاهم انك تكسب حسنات وتعلي درجتك عند ربنا. اذا الدافع وراء حسن التعامل مع الناس دايما لازم يكون هو رضا ربنا ومحبته فقط، فالدين المعاملة ما تنساش. وعشان نلم الموضوع وما نتوهش، خلينا نتفق على بعض القواعد العامة في الفيديو بتاع النهاردة. اولا، احنا بنتكلم النهاردة على الناس الاسوياء، التعامل مع الناس الطبيعيين الطيبين. أما مرضى النفوس فدول بقى هنفرد لهم فيديوهات لاحقا إن شاء الله. النقطة الثانية إن طريقة التعامل بتختلف باختلاف العلاقة، فالتعامل جوه الأسرة أكيد هيختلف عن التعامل مع زملاء العمل أو التعامل مع الأصدقاء أو التعامل في الشارع. حتى جوه الأسرة التعامل مع الوالدين غير التعامل مع الأخوات أو الأبناء. بيختلف أسلوب التعامل كمان باختلاف العقول، فالتعامل مع الشخص الذكي أكيد هيختلف كتير عن التعامل مع محدود الفهم، وهكذا. بصفة عامة، عشان نعرف نتعامل مع الناس ونكسب ودهم، لازم نعرف هما بيحبوا إيه ونعمله، وبيكرهوا إيه ونحاول نتجنبه، وكمان لازم نعرف إن فيه أسس للمحادثة لازم ناخدها في الاعتبار، وده هيكون محور حديثنا في الجزء المتبقي من الفيديو. نعرف الناس بتكره إيه، الناس بتحب إيه، إزاي تكون المحادثة أيا كانت ناجحة. أولا، الناس بتكره إيه؟ الناس بتكره النصيحة في العلن. انصح زي ما أنت عايز، بس ما تنصحش في العلن، لأن النصيحة في العلن فضيحة. كلنا طبعا عارفين الكلام ده، لأننا دايما بنكره إن عيوبنا تبان قدام الناس. عشان كده حاول دايما إنك لو هتقدم نصيحة إنك تقدمها بينك وبين الشخص، مش قدام حد. الناس كمان بتكره اللوم والتأنيب المستمر، وخاصة لو حصل تمادي في اللوم بعد ما الشخص مثلا يقدم اعتذاره بتلومه ليه بعد كده. حاول تتجنب اللوم للناس قدر المستطاع. الناس بتكره الشخص الأناني واللي بينسب دايما الفضل لنفسه في حالة النجاح، وبيرجع اللوم على الآخرين لو حصل العكس. فلو انت فعلا كده، مستني ايه من الاخرين ورد فعلهم؟ الناس بتكره اللي بيركزوا على السلبيات دايما وبينسوا الايجابيات. دايما ابدأ بالايجابيات وعظمها، وبعدين لمح للسلبيات، اكيد النتيجة هتكون احسن من كده بكتير. الناس كمان بتكره اللي ما بينساش الزلات وبيستمر في تذكير الناس بيها، دايما بيفكرهم بيها. كمان الناس مش بتحب النقد المباشر. خلينا نتعلم ازاي نفهم الاخرين ونلتمس لهم الاعذار عند تأثيرهم. الناس بتكره اللي بيتعالى عليهم وبيعاملهم باحتقار او سخرية مهما كانت درجته او مكانته. على قدر تواضعك مع الاخرين على قدر قربهم واحترامهم وتقديرهم ليك. ثانيا، الناس بتحب ايه؟ بتحب مين؟ الناس بتحب اللي بيهتم بيهم
وبيحترمهم، ولما بيتكلموا بيسمع لكلامهم وهو بيبص لهم، مش مديلهم ظهره ولا جنبه. وبعد ما بيخلصوا كلام بيناقشهم عشان يأكد لهم قد ايه هو كان مصغي ليهم. الناس بتحب اللي بيعترف بخطأه لما يغلط، لأن الاعتراف بالخطأ بيزيل التحامل أو الضيق اللي ممكن يتولد في صدر الخصم. الناس بتحب إن النقد ولفت النظر يكون بالتلميح بالإشارة مش بصورة مباشرة. عود نفسك تكون لبق في لفت النظر، ودايما ما تديش أوامر لكن حاول تقدم اقتراحات بصورة مهذبة. الناس بتحب الشخص الخدوم، خليك انت الشخص ده، ودايما وانت بتأدي اي خدمة خليها لوجه الله مش للناس، ساعتها هتفوز برضا ربنا وبرضا الناس كمان. جميل قوي انك تنادي الناس بأحب الاسماء وباللقب اللي هم بيحبوه حتى لو بلغنا شوية في الألقاب. قدر غيرك هيقدرك اضعاف، ولو عاوز تفرح إنسان كلمه في اللي هو عايز يسمعه في البداية، ده هيخليه يصغى ليك في أي شيء تاني عايز تقوله. مش عيب أبدا إنك تمدح الناس في اللي هم بيقدروا يعملوه، حاول تتعرف على اللي هم بيجيدوا فيه أو بيجيدوا في عمله ومدحهم فيه. الناس وأنا منهم بنحب اللي بيمدحهم. الناس كمان بتحب الشكر، بتحب التشجيع. ولو الأصل إن الإنسان بيعمل أي شيء لأجل ربنا سبحانه وتعالى ومش مستني الشكر من الناس، إلا إن حب الشكر ده من طبائع البشر، والتشجيع بيولد طاقة داخلية بتساعد على إنجاز الكثير من الأعمال الصعبة. ابتسم للناس هيبتسموا ليك. الوجه الصبوح ذو الابتسامة الطبيعية الصادقة الجميلة هو خير وسيلة لكسب الصداقة والتعاون والمحبة وملك القلوب. تهادوا وتحابوا، مش شرط ان الهدية تكون حاجة غالية، بالعكس الهدية دايما في قيمتها المعنوية. ثالثا، أسس المحادثة الناجحة. في الواقع احنا بنعيش مع ناس معظمهم متعصب جدا لرأيه، ما عندوش استعداد انه يتنازل عن رأيه او حتى انه يفكر فيه مرة تانية. وممكن الخلاف على الرأي مع المحيطين يوصل للعداوة نتيجة تمسكه الشديد برأيه. عشان كده لو حبينا ان احنا نقلل شوية من السلوك ده، فاحنا محتاجين نبذل مجهود كبير جدا عشان نخلي اللي قدامنا يسمعنا ويفكر في كلامنا حتى لو هو متعصب جدا لرأيه. بعضنا بيعتقد إن الشاطر في أي محادثة هو اللي بيتكلم أكتر أو اللي بيعلي صوته ومش بيسيب أي فرصة للآخر إنه يتكلم، لكن الصح غير كده خالص. الحقيقة إن الذكي هو اللي عارف إن المحادثة اللي بتتم بين اتنين عادة بتتكون من ثلاث أجزاء: استماع، تفكير وتحليل وتفسير، ثم كلام. استماع، تفكير، كلام. وبالتالي احنا لازم ندرب انفسنا على استخدام قاعدة 70-30 في اي محادثة. والقاعدة عايزة تقول اسمع 70% من المحادثة وال30% خليهم كلام، ما تتكلمش اكتر من 30%. كل سبع كلمات هتسمعهم اتكلم قبلهم 3 كلمات فقط. لازم نسمع كويس قوي في البداية للمتحدث ونديله فرصته الكاملة في الكلام، حتى لو كلامه مش على هواك او انت شايف ان كلامه ده مش مهم. مش كده وخلاص، ده انت لازم تركز معاه وتنصت له، ولازم ده يوصل له، لازم يحس انك مركز معاه ومهتم لحديثه. ده هيخليه يحب الحديث معاك وقلبه يتفتح لك وودانه المقفولة تتفتح وتسمع ويستجيب ليه توجيهاتك والكلامك والنصايحك. بس برضه لسه معاك كلامك مجاش. ليه؟ لان بعد ما تسمع مطلوب انك تحلل وتفسر اللي سمعته، لانك لو سمعت وما فسرتش كويس فانت كده بتضيع كل مكاسبك اللي انت حققتها من حسن الاستماع. وانت بتحلل اللي سمعته لازم تبعد عن السلبية في تفسيرك للكلام. كتير مننا بيفسر كل اللي بيسمعه بناء على مشاعره وتجاربه الشخصية مع الشخص اللي بيتكلم، وده مش كويس لأنه هيوصل الحديث لطريق مسدود.
أي كلام ممكن يتاخد على أكتر من محمل زي ما احنا عارفين. حاول دايما تاخد الكلام على المحمل الحسن، حاول تحط نفسك مكان الشخص اللي بيتكلم وتتخيل أفضل سيناريو ممكن يكون هو يقصده. الطريقة دي هتقربه أكتر منك حتى لو كان قصده سيء. أنت كده بتحرجه بطريقة مهذبة ومش هستمر بنفس الأسلوب اللي أنت متخيل إن هو بيتكلم بيه. هنا بقى تقدر تتكلم بعد ما سمعت كويس وحللت وفسرت بإيجابية، لأنك هتقول كلام سليم ومنطقي وجميل هيوصل للقلب قبل ما يوصل للعقل. خد بالك ما تنساش إنك ما زلت بتستخدم قاعدة 70-30، يعني في المرحلة دي تركز كلامك، خليه محدد ومختصر، استخدم التعبير التصويري وانت بتتكلم، استخدم الأسئلة التشويقية. زي ما قلنا في البداية كلامنا اللي فات كان عن الناس السوية الطبيعية وازاي تتعامل معاهم. ان شاء الله في الفيديوهات القادمة هنناقش اساليب التعامل مع مرضى النفوس، وهنفرد لكل مرض نفسي حلقة كاملة. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتدوس على الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. هستنى تعليقاتكم. إلى اللقاء.